الامور تحسنت شويه يا كابتن جمال ولا لسه ما تحسنتش؟ لا ما تحسنتش طبعا خالص. حتى لو هو بدا يحط الامور في طبيعتها يعني اللاعبين في احنا لو بنتكلم في كده يبقى احنا كده بنهزر صح. يعني لو احنا بنقول ان ده الراجل والله عمل حاجه جميله انه لاعب محمد صلاح ناحيه اليمين ايوه عشان كريم ممكن يعمل كده احنا بنهزر آه بقولك يعني بقول لك انا ممكن اعمل كده ولو سيبنا المنتخب من يعني للعيبه اللعيبه هتعمل يعني طبيعي هتحط محمد صلاح لا بقول لك مشجعين كمان هيحط مصطفى محمد فرويد عادي جدا هنحط واحد زي رمضان او مرموش او تريزيجيه ناحيه الشمال اللي هو عدلتهم صح فكون ان هو بيعمل الطبيعي ده مش هو ده الانجاز بس هي اللي بيتكلم فيه كابتن هشام يعني نقاط مهمه جدا اول نقطه اللي هي ان الراجل المفروض بكم الخبرات اللي عنده دي المفروض انه يعني ما ينفعش ان انا اروح اتعامل مع الجمهور خصوصا وانت خسران كمان ف ده دليل ان هو ممكن لسه غصب عنه مش قادر يعرف حجم مصر داخل قاره افريقيا وداخل البطوله دي تحديدا لان البطوله دي بتاعتنا يعني تاريخ وجغرافيا وارقام وكل حاجه لمصر ف يعني شايف ان هو كان خارج برضو الكلام اللي هو بيقوله بعد مباراه نيجيريا تحديدا انه يعني ايه ما يتغلبنا 1-0 وكان لينا ضربه جزاء وكنا ممكن نرجع في المباراه في التعادل كنا ممكن نتغلب 4 فهو مش شايف النقطه دي يعني هو مش شايف دي فهل هو مش شايف ولا هل هو يعني ده الكلام يعني بتاع الاعلام بس ولا ده الكلام اللي مع اللعيبه في حاجات واضحه لنا 100% وانت مغمض كده تعرف ان كيروش ما بيتعاملش مع الجهاز المصري وانت مغمض لازم يعني كل الناس عارفه وكل الناس شايفه النقطه دي ودي نقطه في منتهى الخطوره ما هو انا يعني معين ليه جهاز مصري ما عشان لو في حاجات انت مش عارفها الجهاز المصري بيساعدك فيها يعني ما فيهاش حاجه لما تاخد رايهم طب اقول لك معلومه يا كابتن جمال بالمناسبه يعني مين كان احسن لاعب في المباراه الماضيه هو صلاح اللي خد مان اوف ذا ماتش بس كان مين بس مين احسن انا شايف ان كان في السوليه يعني وكان في وعمر كمان عبد عمر عمر كبير يعني هما الاثنين يجوا بعد المعلومه ايه بقى ان هو كان هيبدا المباراه دي بمحمد عبد المنعم كمان وإقناع نيجيريا نزل مكان اقناع واستماته من الكابتن ضياء السيد عمر كمال اللي هو كان يعني في راي ناس كتير كان احسن لاعب يعني طبعا مع محمد صلاح اللي سجل هذا وعمر لاعب انا اقصد بس ان تقريبا زي ما انت قلت هو ما مش مقتنع بالجهاز المصري بس تقريبا بقى عنده شويه مرونه يعني طب انا يعني هنسال بعض في في الجزئيه دي تحديدا كلنا بقى نرد على السؤال دلوقتي انت واخد اكرم اللي هو ربنا يشفيه طبعا يا رب ويرجع بالسلامه انت واخد اكرم رقم واحد كباك رايت وواخد عمر كمال رقم اتنين الباك رايت تمام كده صح دي في الاختيارات بتاعته لما رقم واحد بيتعور الطبيعي اللي بيحصل رقم اتنين بتروح لرقم اتنين صح فانت جبت واحد سيرد باك رحت محطه باك رايت طب حضرتك مش واثق في عمر كمال ما ده يعني صح ولا غلط صح طبعا طب حضرتك خدته ليه من الاول ايوه يعني الاختيار بقى كان ليه من الاول صح ما هو دلوقتي يعني صعب قوي الاختيارات فيها علامات استفهام كبيره جدا انت واخد باكين رايت هم اصلا مش باكين رايت واخد باك ليفت واحد اللي هو فتوح ايمن اشرف ما بيلعبش باك ليفت لو انت بتتكلم في الباك ليفت واخد واحد بس وهو اتعور فانت رحت لايمن اشرف اللي هو المفروض انت واخده كسرد باك ويحل لك موقف ناحيه الشمال صح. فانت خلاص دلوقتي بقيت مضطر ان ايمن اشرف يلعب باك ليفت لان فتوح متعور صح. حاجات كتيره قوي في الاختيارات مش مقنعه وانت لو انت مش مقتنع بلعيب معين او مش واثق فيه طب تختاروا ليه من أيوة الاول اصل احنا ممكن ما نبقاش مقتنعين يعني احنا بنتفرج من غير مش مقتنعين لكن لو انت اللي مش مقتنع وانت اللي مختاره طب يعني ازاي ما اعرفش طبعا